السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كديرين؟ بخير، نتمنى تكونوا لاباس. اليوم غنشارك معكم واحد الماسك وتقشير في نفس الوقت ولجميع انواع البشره، كيف تحلو البشره وكيرطب البشره. واكثريه اللي عندها الحبوب ولا حب شباب تستعملوا، انا غنستعملوني حتى تبدا كينوض ليا شويه الحبوب. وبقاو معايا نوريكم الستيب. دابا البنات، الطريقه الاولى اللي غندير هي غنطحن الحمص. كيتشرى ديجا مطحون، المهم كيتشرى مطحون، ولكن انا خرجت قبيله وما لقيتوش مطحون. وغنطحن دابا. انا كنستعمل هذا الحمص الصغير ومراه. البنات اللي ما عندهم شي ماكينه كطحن مزيان خاصهم يشدوه يغربلوه باش ما يبقاوش فيه الحبات ديالو. انا مع عندي هذه كطحن مزيان، صافي كيولي شوفوا كي كيولي. تنام صافي. دابا غنديرو في جبانيه. غنحتاج معشقه كبيره ديال نيسكافيه. المهم راكم عارفين نيسكافيه كيفتح اللون ديال البشره وكيعاون على فتح البسمات. وثاني حاجه هي الحمص اللي طحنت قبيله اللي كيحيد التجاعيد وكي كيعاون باش يتحيد اثار ديال حب الشباب وكيخلص من بقع السوداء ومن الحبوب. غنستعمل توا منو عاشقه كبيره. والسكر لا كان عندكم سكر ليموني تستعملوه، انا ما لقيتوش غنستعمل عاده البيض، ولكن ماشي مشكل اللي ما عندوش هذاك الاخر يستعمل هذا. غنستعمل منو توا عاشقه كبيره. ودابا غنستعمل المورد اللي كيساعد على تنعيم البشره، وخصوصا اللي عندها البشره الجافه تقدروا تحيدوا به في الليل حتى الماكياج، تستعملوه ك داك اللي كيحيد الماكياج. غندير منه حتى هو عاشقه كبيره. دابا غندير الحليب اللي كيحمي الوجه من الشمس وكينظف البشره. راه عارفين كليوباترا كانت كتعوم بالحليب، عنده كينفع بزاف، عنده فوائد بزاف الحليب. انا غندير منه عاشقه كبيره حتى هو. نستعمل هذا العاشق. صافي غنبقى نخلط هذا الشيء حتى ينسجموا مع بعضياتهم.
خاصكم تبقاو تخلطوا حتى يوليو حاجه وحده. وقبل ما ديروه في وجهكم استعملوا فوطه ولا غسلوا وجهكم بالماء دافي باش يتفتحوا لكم المسامات، حيت راه عارفين ملي كتستعملوا المدافر المسامات ديما كيتحلوا. وهاد الماسك صراحه كينفع بزاف، اكثريه اللي بغات تبياض وعندها بلايص كحلين في الوجه اكثريه كيكونوا حدا النيف وتحت الفم واللي فيها الحبوب و سميتو اش كيقولوا لهم. كنت كنقول لكم النقط السوداء ما كتعقل عليهم مبطاليني، داكشي علاش ما خرجوش لي. المهم انا فيا بزاف ديال النقط السوداء، داكشي علاش كنقلب على ماسكات كينفعوا الحبوب، حيت هاد الايامات بدا كينوض ليا الحبوب. ماسك هو موجود غنشدو دابا ونمشي نديرو. انا دابا خلطت هذاك الشيء مزيان، خاصكم تبقاو تخلطوا مزيان تيوليو حاجه وحده تينسجموا هذاك الشيء كامل اللي درنا مع بعضياتهم. وانا دابا سرت الفوطه، درت فوطه صغيره ديال الوجه سرتها بالماء دافي صافي. دابا غنشد القطن ونوريكم. هلا كنرسم في الدوارات صافي. وغنخلي 20 دقيقة عاد باش نحيدو. انا راه موجدة لكم بزاف ديال الماسكات، خاصكم غير تبقاو متبعيني و تسناو نحيد الكاميرا. المهم كنت كنقول لكم موجدة لكم بزاف ديال الماسكات، وشكرا اللي كيتبعني واللي كيصيفط الفيديوهات ديالي واللي مدعمني. كنشكر بزاف كل شيء، كاع اللي كيخليو ليا كومونتير، اللي كيديروا اللي كيشتركوا معايا، ومرحبا اللي كاين شي واحد جديد. وشكرا بزاف بزاف بزاف، بقاو تخليو ليا كومونتير باش تدعموني. ولو بغيتو صيفطوا الفيديو وشكرا. بقيت كنقول او
المهم انا نغسل ايدي ونتسنى 20 دقيقة عاد باش نحيد هاد الماسك ونرجع لكم. كنت بنقول لكم الصباح عمت باش نوريكم هاد الشامبو اللي كنستعمل اللي قلت لكم كديروا فيه هذيك الوصفه. شوفوا كي ولا شعري صراحه تبعتها سيمانه حيت كانت كتستعملها خالتي و بدا كيبان ليها ريزولطات ما عرفتش كيفاش كيتقال بالعربيه. المهم بدا كيبان هذاك الفائده ديالو وبليت كنجربو حتى انا حيت انا راه كنتسطى على الشعر طويل ويكون رطب واخا كان عندي فاش كنت صغيره كان شعري رطب 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 ودرت الخطا قطعته ودرته كاريه من تما ولا مكريبي ولكن جا هكا زوين. المهم بقاو معايا تنسالي تنشف الماسك ورجع. اصلا ما حدنا ما كنخرجوا ما والو احسن حاجه هي نعتنيو بالبشره ديالنا المهم كلشي. هاد التقشير والماسك تقدروا تستعملوه حتى اليدين حيت كيبيضهم راه صراحه واعر. جربته ديك النهار ودابا يلا بغيت نجربو لكم. عندي بزاف ديال الماسكات كنشاركهم معاكم. غرقوا معايا دابا هادشي كريم درتو حتى في يدي كما قلت لكم بقيت كنحك فيهم باش ما نضيعش داك الشيء اللي شاط ليا. دابا غندير المدافي انا سليتي صراحه. هذا الماسك كنصحكم به جربوه وقولوا لي انا ننصحكم تجربوه والقرار كيبقى لكم ولكن ننصحكم تجربوه واعر. استعملوه غير جوج مرات في السيمانه دابا ملي تكونوا تحيدوا فيه بقاو ديروا في الدركو كنت كنقول لكم راكم عارفين هادشي اللي استعملت في هاد الماسك كله واعر البشره زعما زوين وكيب. حاجه اخرى ما قلتش لكم ديما ملي ديروا شي حاجه ديروها حتى في عنقكم باش ملي تبيض لكم شي بلاصه ما تبقاش باين. تمن يديروا الفوندو تاع كنشوف شحال من وحده كدير الفوندو تاع وما كديروش في عنقها اللي ما كيبانش ليها الديفرنسه بزاف ديروا في عنقها. اما الفوندو تاع ماشي ضروري اما الماسكات ضروري ديروهم حتى في العنق. دابا غنمسح بالموارد غنستعمل الموارد اللي بغات تستعمل كريمات تستعمل. انا مع دابا كنستعملهم بزاف الكريمات بغيت ندير شويه ونستعمل الموارد. وكنأكد عليكم ملي تبغيو ديروا تحيدوا الماسك حيدوه بالماء ما سخون ما بارد دافي. هذه هي النهايه ديال الفيديو. اللي عجبو الفيديو يخلي لايك وبارطاجيو الفيديو وشكرا بزاف كما كنت كنقول لكم اللي كيدعمني وكيخلي لي كومونتير راه كنفرح بزاف. وديروا شي كومونتير ونشوفو فيديو جديد وباي باي بقاو على خير.